عندك شو خصال ولا كل شيء كل شيء كله 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 عن جد؟ ايه يلا هاي جاي. اليوم بدنا نصبغ شعرنا، في منه على احمر وفي منه على بيربل. اسم الصبغه ولا كولر بايو هي صراحه وان داي، يعني تحطوه على شعركم بيضلوا يوم واحد بس. فاليوم بدنا نجربه ونقول راينا عنه ونقول قد ايه بيضاين. طريقه محطوطه على الورقه تبعيتها هي انه على شعر ناشف بتحطوا هذا البرودكت بشكل زيجزاج وبتعملوه هيك بايدكم، يعني بلا شيء بلا كفوف بلا شيء، وبتمشطوه بمشط عادي وبعدين بتعملوا له بالسشوار وبس. ها هي. فالمفروض هلا بدنا نشوف شو حيصير معنا واذا بتزبط معنا ولا لا وشو النتيجه تبعيتنا. يلا ليتس ستارت. تعمل لي شعراتي هلا. سو شو بيجي بقلب الباكج؟ بقلب البوكس بس في التيوب تبع الصبغه وفي انستراكشنز كيف نستعملها. احنا الانستراكشنز اوريدي شفناهم وحاطين اول ستيب انه لازم نخدها منيح للصبغه اللي بقلبها. هاتي ما اسستنت وش عم بوش هير بيفور. شو هي مثلك؟ شي دازنت برش هير هير. مشطت شعرك؟ تعي جيب المشط. الباكج انه هول الكولرز بيطلعوا بيزبطوا كمان على الدارك هير، بس حاطين شاين اون دارك هير. حاطين شو الاكزاكت وورد؟ شيمري افكتس ايفن اون دارك هير. شيمري شيمري افكتس. فهلا بدنا نجرب. انا لون شعري بني فاتح يعني، وفي هايلايت في هايلايتس شوي، فبدنا نشوف اذا بيزبط علي ولا لا. للشخص الشعر قصير انا بيعتبر قصير وهيدي ما كلها، يعني بدي اكثر من هيدي. هلا هنك على الباكجينج حاطين انه هو للخصل، ما حاطين انه هو للواحد اسمه ايه. شعره بس انا عبالي يكون كله احمر فمشان كمان جوا انصبغت. فكنت عم جرب ما اقرب للعروس بس حتى يعطي هون افكت اكثر، اضطريت انه احط له عروس بلبس الشعر شوي، يعني محل ما في صبغه ما عم يكون انه مثل السشوار العادي. واذا كل ما بتحس البارتيكلز عم يروحوا، يعني ليك صار على ايدي. يعني قد ما فيكم ما تدقروا شعركم. وقت حطينا الصبغه كان مبين احمر احمر، بس وقت نشفني صار انه هيك هنت اوف ريد. بس حلو، يعني انا حبيت بالنسبه لانه لمره وحده وانه تنبسطوا فيه بنهار واحد كثير حلو. اوكي هلا بدنا نعمل لك لقلك، بدنا نجرب لقلة الموف والاحمر ونقول شو ببين اكثر شو ما ببين اكثر. واو اي لاف ذا زيكزاك. هيك بدنا نعمل. هلا بدنا نعمل هيك بيتا بيتا بيتي. هلا على فكرة إذا بتلاحظي بكل الماتيريالز الماركتينج ما حاطين إنه عاملين كل شعر، إنه عاملين خصل عاملين خصل. Subscribe to my channel before and put a comment. Subscribe. بس مبين هيك مبين، يعني بدي خليه هيك انا. Yeah, you're supposed to actually in control. مبين احمر عليكم ما هيك؟ بس الموف ابدا. شايف شي موف هون؟ موف لا موف من هالجهه. من هالجهه في برمي شوي. قليل مشطي وحاج نعمل لانه عم بيروح بس حتى البيربل it doesn't even stain the hands اذا لاحظتي. ايه ليكي شوي صغيره بس الاحمر بيضل، يعني احمر ببين اكثر بكثير. سو بيسكلي بيربل مثل جلتر على بيربل. دوره لا بارا. اوكي اول شيء كنت بدي اقول لكم انه نحن استعملنا قبل الرينج تبع كولوريستا تبع لوريال،
جربنا السبراي وجربنا هيدي مثل هيدي اللي بتحطوها بتنشف الشعر، وجربنا في شيء كمان كولرينج كونديشنر بس ما حسينا ولا شيء لقط على شعرنا. بيسكلي كلهم ميد فور لايت هير. ومثلا هيدا السبراي هو بيعطي روز جولد. اه واو تيرن اراوند مبين. احس انه اذا ك وان داي ثينج بيربل سبراي احسن من شيء ثاني. حتى نقعدهم ساكتين بيسكلي انه نشتغل فيهم. كل هالوقت كانوا منهم ساكتين، هلا سكتوا فجأة. هي انا سكتوا. كيف اللي بدنا نستنتجه من هيدا الفيديو ومن هدول الصبغات؟ شو استنتجتي؟ اول شيء لك لورنس ادريم كوم ترو. اوكي وانتي انه اوكي انترستينج اكسبيرينس بس اي وودنت دو ات اجين لانه اتس ا لوت اوف لسنز ستيل بعدها والريزلت يعني ما كثير قوي وبنقص الشعر شوي يعني مش انه فيكي تعملي مثلا ليس بعده او شيء. لا ما فيكي تعملي شيء او بيروح الكولر يعني مثل ما هو شعرك لازم تضلكم فيه. انتج تبعنا انه هيدا لمره واحده، عندكم تصوير، عندكم هالوين بارتي، شيء بارتي تحطوه عليه بس ما انه فيكم تروحوا وتظهروا فيه وتجوا لانه ثلاث ارباعه حيروح ومبين شعركم هيك ملبس ويعني ما فيكم تعملوا ولا ليس ولا سيشوار مثل الخلق ولا شيء. والبيربل ما يبين ابدا، الاحمر يبين اكثر بكثير بس الاحمر فاقع يعني نحن كنا حابين الاحمر يكون على اغمق شوي ويعني بحس احسن يعملوك خصل. اذا خصل تنبسطوا فيه لانه خصل وحده وبتنشفوه حتى لو كنتوا ملبسه شوي ما بيأثر بس كانه كل الشعر بتحسوا فيه هيك نشاف وفي شيء بقلب شعركم يعني حتى لو منشف على الاخر. سو مثل ما انكم شايفين بيسكلي انا ما تحممت 3 ايام بس كرمال ورجيكم الريزلتس. سو بالنسبه لتاني نهار كثير 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 راح من البرودكت وصار على الكنزه تبعيتي. بتشوفوا في شويه لون من فوق بس بالنسبه لتحت صار انه عم يرجع لوني الطبيعي. انا رجعت ما تحممت كمان ثالث نهار لشوف شو بيصير بشعري فصار يبين كتير انه في بارتيكلز على شعري لونهم احمر بس من تحت مبين رجع لونه الطبيعي. برايي انه بيضل نهار واحد بس هو ما تعملوا مثلي وما تتحمموا 3 ايام انتوا حاطين هذا الشيء على شعركم لانه كل المخدات وكل التياب وكل شيء كل شيء كل شيء حيكون احمر. Thank you guys so much for watching. إذا عجبكم هيك شيء وبتحبوا إنه نعمل ريفيوز لقصص تانية للشعر للميك اب كل شيء قولوا لنا و we will see you in the next video. Please subscribe and like إذا عجبكم هيك شيء وبليز اكتبوا لنا بالكومنتس شو بتحبوا تشوفوا أكثر. Bye. شعراتكم لفوق ولا تحت.